نحن هلا موجودين بمنطقة شليفة بالبقاع لنفرجيكم على شلالات شليفة يلي هي شقة الانتداب الفرنسي بال 1939 شقوا أعلى الجبل وتفجر عنه هيدا الشلال يلي اسمه شلالات شليفة يلي هي بتروي تقريبا 60 قرية مجاورة لها. وهيدا الشلال بيفصل يعني ما بين منطقة شليفة ومنطقة اليمونة المجاورة لها. هيدا شليفة هي كلمة سوريانية وتعني مرج الزهور أو العدل الكبير، وما بين مرج الزهور والعدل الكبير أنا أفضل أكيد العدل الكبير. بجانب هيدي شليفة في قصر تاريخي لآلهة النار المقدسة يلي تعرف باسم فيستا الدائمة الاشتعال. وفينا نذكر كمان انه شليفة هي منطقة او بلدة قديمة جدا تكثر فيها المغاور والابار الصخرية ويعود تاريخها الى العصر اليوناني الروماني. وهيدا الشلال هو حول المنطقة الى سياحية تضم ما يقارب 300 منزل.